بعيدا عن الشان الدولي، 34 مدرسة يابانية في 19 محافظة تدخل الخدمة العام الدراسي الجديد في مصر ضمن استراتيجية تطوير التعليم، وهي مدارس نموذجية تطبق المناهج المصرية بجانب الأنشطة اليابانية بجميع مراحل التعليم، تهدف إلى تربية وتنشئة التلاميذ على القيم والمبادئ الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية وتعزيز انتماء التلاميذ للوطن وغرس فكر التعاون والعمل الجماعي والقدرة على حل المشكلات وخلق بيئة تعلم جيدة في مصر. الزميل أحمد عبد الرازق يصاحبنا في جولة داخل المدرسة المصرية اليابانية بمحافظة الفيوم، نتابع. هذه هي المدرسة المصرية اليابانية بمحافظة الفيوم. هنا يتعلم أبناؤنا ليصبحوا قادة. محمد بهجت قائد فصله اليوم ولديه مهام عدة. القائد بيلبس تاج عشان بينظم الطابور وبيقف ورا، بيخلي الناس تطلع بره عشان ايه لو كان عندهم مطعم او حاجة كده. ينعقد مجلس الفصل يوميا لحل إحدى المشكلات أو مناقشة بعض الأمور، وهو جانب من نظام التوكاتسو. مجلس الفصل بيناقشوا فيه القضايا اللي تخص الفصل، بيبقى هم حاطين المقترحات اصلا بتاع القضايا اللي بيناقشوها تخص الفصل، وبعد كده المعلمه ما عليها غير ان هي ترشدهم بس. القائد طبعا بيقعد وبيبدا الجلسه بتاعته وبيتناقشوا في الموضوع طبقا لمحاور هم عارفينها وبيمشوا فيها، بيحلوا مشكله بقى تخص الفصل، حفله، كل دور كل واحد فيهم ينفذها ازاي وكده. الروح والجسد والعقل مثلث ارتكاز التجربة اليابانية، حيث التعلم عن طريق ممارسة الفن والألعاب التفاعلية وأنشطة لا منهجية، تجربة بكاملها مختلفة تهدف لتغيير الطفل والمجتمع. المدرسة المصرية اليابانية تجربة رائدة، وهي قائمة على تغيير سلوك الطالب الإيجابي، التغيير الإيجابي، وتغيير سلوك الطالب ده يؤثر في كل المجتمع، بنخرج جيل قادر على تغيير المجتمع للأحسن. والتجربة اليابانية كان أولياء الأمور غير متقبلين في البداية ومتخوفين، وخاصة من فكرة التغيير ومقاومة التغيير، وكمان خايفين مثلا لما سمعوا عن حصة التنظيف بالذات، لما جربوا جم المدرسة وبدأ يشوف الحصص بنفسه ويحضر التجربة اقتنع تماما ان التجربة رائدة. محافظة الفيوم وجهاز مدينة الفيوم الجديدة، فضلا عن كافة الأجهزة التنفيذية المعنية، يتسابقون لتقديم الخدمات للمدرسة التي أصبحت خلال أشهر قليلة نموذجا تعليميا رائدا شكلا وموضوعا. المشكلة اللي كانت بتواجه المدارس اليابانية ان احنا كان كل الناس معتقدة ان اللغة الاجنبية او اللغة الانجليزية مهمشة في المدرسة، لكن الوضع الحقيقي ان في اهتمام كبير جدا باللغة. الجيل الأول من المدرسة المصرية اليابانية بمحافظة الفيوم يتابعون نمو أشجارهم الصغيرة التي غرسوها بأيديهم في قلب المدرسة. ساعة ما رحنا المشتل جبناه وبنطمن عليه كل يوم وبنسقيه وبنشوفه هو بيكبر. وهكذا ينتهي يومنا في المدرسة المصرية اليابانية مع محمد بهجت الذي حرص على أن يودع زوار مدرسته. شكرا لكم، نورتونا، على السلامة.